مستمعينا الكرام، نستمع معا لخطبة الجمعة يلقيها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم، وهي تحمل عنوان القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. الحمد لله الذي خلقنا وأمرنا بطاعته والثبات على دينه، نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ضد ولا ند ولا مثل له، سبحانه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، وأشهد أن نبينا وسيدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالدين الحق ليظهره للناس جميعا ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبالسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وجاهدوا في الله حق جهاده. ويقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها الإخوة المؤمنون، طوبى لعبد تزود من طاعة الله، طوبى لعبد استمر على طاعة الله إلى الممات، طوبى لعبد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأعرض عن الجاهلين. كم هو عظيم أن يبقى الدعاة إلى الله ينشرون بين الناس المفاهيم الإسلامية الصحيحة المعتدلة البعيدة عن الغلو والتعقيد والتطرف، وعما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وأن يحذروا الناس مما يفسد عليهم أمر دينهم ودنياهم. فهذا جهاد حضنا عليه الشرع الشريف وأمرنا به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي لنجاة المرء يوم القيامة أن يؤدي في حق نفسه الواجبات ويترك أمر غيره بالواجبات ويجتنب في حق نفسه المحرمات ويترك نهي غيره عن ارتكاب المحرمات. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر بالمعروف وانهى عن المنكر.
حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك نفسك ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم أياما للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر 50. قال أبو ثعلبة رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: بل منكم. رواه الترمذي في جامعه. حضنا وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن المنكرات ومن المفاسد البدع الاعتقادية، فيجب على المسلمين المستطيعين أن ينكروا البدع الاعتقادية التي تخالف عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب الإنكار على أصحاب هذه البدع، وهذا في الإسلام حكمه من أفرض الفروض. فكما أن التحذير من الذي يغشك في الطعام أمر واجب في الإسلام، فإن التحذير ممن يغشك في الدين أوجب في الإسلام. وهذه طريقة السلف الصالح، هذه طريقة السلف، وهذا نهجهم. وقد روى الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق أن غيلان بن مروان القدري مولى عثمان الدمشقي، أي أن هذا غيلان الدمشقي كان مولا لعثمان ثم اعتقه. ماذا فعل غيلان؟ هذا الضال المضل صار يتكلم بين الناس بالكفر والضلال، صار يتكلم بعقيدة الاعتزال، صار ينشر عقيدته الفاسدة بين الناس. كان في زمن التابعين اعتقد ما لا يجوز اعتقاده، وبدأ ينشر عقيدته الفاسدة، وتعدى شره إلى الناس. صار يتكلم في القدر، صار يقول للناس: نحن خلقنا أعمالنا، الله ما خلق أعمالنا. صار يقول: الله ما خلق الشر أبدا. ينشر هذا الكفر، ينشر هذا الضلال بين العباد. وأما عقيدة الأنبياء، عقيدة الإسلام، أن الله تعالى هو خالق هذا العالم، هو خالق الإنسان وأعمال الإنسان، لأن الله قال: قل الله خالق كل شيء. ما قال الخير دون الشر، بل قال: قل الله خالق كل شيء. هذه عقيدة الرسول، هذه عقيدة الأنبياء، وعقيدة الإسلام أن الأعمال الاختيارية والأعمال الغير اختيارية كلها بخلق الله تعالى، والإنسان لا يخلق شيئا من أعماله، والله هو خالق الخير وخالق الشر، لكنه يحب الخير ولا يحب الشر. أمر بالخير ونهى عن الشر، ولكنه لا يحب الشر، نهى عنه وأمر بالخير. فكان غيلان نشر هذه البدعة الاعتقادية الكفرية بين الناس، فعلم بذلك سيدنا الخليفة عمر بن عبد العزيز، فقال له: يا غيلان، ما الذي بلغني عنك؟ تتكلم في القدر؟
وكان عمر له هيبة بالتقوى فخاف غيلان فقال: يكذب علي يا أمير المؤمنين ويقال علي ما لم أقل. فقال له الخليفة عمر بن عبد العزيز: ويلك يا عدو الله، لو علمت الذي بلغني عنك لضربت عنقك. انظروا كيف كان اهتمامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال له: اقرأ من سورة ياسين. فقرأ غيلان الذي كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وكان يحفظ من حديث الرسول، ويلبس العمامة، ويتكلم العربية الفصيحة، بل وكان يعظ في مسجد النبي، وهذا في زمن التابعين. قال له عمر: اقرأ من سورة ياسين. فقرأ حتى وصل إلى قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال عمر: قف، من الذي جعل بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا؟ قال غيلان: لا أدري. قال: ويلك، الله الذي جعل بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، يعني أن الله تعالى هو خالق العباد وخالق أعمال العباد، لا خالق إلا الله. فقال غيلان: أعاهد الله أن لا أعود فأتكلم في شيء من هذا أبدا. فانطلق، خرج غيلان القدري الدمشقي، خرج ولى. فقال عمر رضي الله عنه، وهو من أهل الكشف والكرامة، عمر كان من أولياء التابعين، وكان خليفة راشد، وكان أميرا للمؤمنين، كان من أولياء الله الصالحين، مطمئن قلبه لكلام غيلان. فلما خرج غيلان قال عمر: اللهم إن كان أعطاني بلسانه ومحنته في قلبه، يعني وفي قلبه خلاف ما أعطاني، أي خبأ اعتقاده وكذب علي، اللهم إن كان أعطاني بلسانه ومحنته في قلبه فأذقه حر السيف. فما عاد غيلان يتكلم في مسألة القدر في زمن خلافة عمر، إلى أن مات عمر وولي الخلافة بعد عمر بمدة أيضا هشام ابن عبد الملك، استدعاه لأن غيلان صار يظهر هذه العقيدة الكفرية وتجرأ وصار ينشرها بين الناس وعاد للكلام فيها. فدعاه هشام وقال له: يا عدو الله، ألست عاهدت الله لعمر أن لا تتكلم في هذا؟ اقرأ يا عدو الله فاتحة الكتاب. هشام يقول لغيلان: اقرأ يا عدو الله فاتحة الكتاب. فقرأ حتى وصل إلى قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الخليفة هشام: قف يا عدو الله، على ما تستعين الله؟ على أمر بيدك أم على أمر بيده؟ منها هنا انطلقوا به فاضربوا عنقه واصلبوه، أي علقوه على خشبة. فقال غيلان: أبرز لي يا أمير المؤمنين من يناظرني، فإن غلبني فهذه عنقي. فقال الخليفة هشام: من لهذا القدري؟ يعني من يناظره؟ فقالوا: الأوزاعي.
قالوا الأوزاعي، والأوزاعي رضي الله عنه مجتهد ورع زاهد عابد. فاستدعى الخليفة الأوزاعي من بيروت، فذهب من بيروت إلى دمشق، ودخل إلى دار الخلافة وقال الأوزاعي لغيلان: يا غيلان، إن شئت ألقيت عليك ثلاثا، وإن شئت أربعا، وإن شئت واحدا. أسألك أربعة أسئلة أم ثلاثة أم واحدة؟ قال: ألقي علي ثلاثة. فقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: يا غيلان، أخبرني عن الله. قضى على ما نهى؟ فقال غيلان: لا أدري، كيف هذا؟ قال الأوزاعي: هذه واحدة يا أمير المؤمنين. قال الأوزاعي: يا غيلان، أخبرني عن الله. أمر بأمر ثم حال دونه؟ فقال غيلان: لا أدري، والله هذه أشد من الأولى. قال الأوزاعي: هاتان اثنتان يا أمير المؤمنين. قال الأوزاعي: يا غيلان، أخبرني عن الله. حرم حراما ثم أحله. قال غيلان: لا أدري، هذه أشد علي من الأولى والثانية. قال الأوزاعي: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. الأوزاعي يقول للخليفة: إن غيلان كافر، ويقسم برب العالمين، يقسم بالله، يحلف برب العالمين، ويقول له: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. ماذا حصل بعد ذلك؟ فأمر به الخليفة، أمر به الخليفة، فقطعت يداه ورجلاه، وضربت عنقه، وصلب على باب دمشق. ولما أخذ للتنفيذ أي للقتل، ماذا قال غيلان؟ أصابتني دعوة الرجل الصالح. أليس كان دعا عليه عمر ابن عبد العزيز؟ قال: أصابتني دعوة الرجل الصالح. استجاب الله له، لأنه قال: اللهم أذقه حر السيف، فضربت عنقه بالسيف. ثم ماذا حصل؟ قال الخليفة: أخبرني يا أبا عمرو عن هذه الثلاثة. قال: قلت له: أخبرني عن الله. قضى على ما نهى؟ هذا السؤال. والجواب: الله تعالى نهى آدم أن يأكل من الشجرة، وقضى عليه أن يأكل منها فأكل. قلت له: أخبرني عن الله. أمر بأمر ثم حال دونه؟ هذا السؤال. وأما الجواب: إن الله تعالى أمر إبليس أن يسجد لآدم سجود تحية واحترام، وحال بينه وبين السجود، ما شاء له. قال له: أخبرني عن الله. حرم حراما ثم أحله. هذا السؤال. والجواب: قال: فالله تعالى حرم أكل الميتة، وأحلها للمضطر إليها، صاحب الضرورة، كالذي يكون في الصحراء ويكاد يقتله الجوع إن لم يأكل شيئا، فوجد ميتة فأكل منها ما يسد به هلاك الجوع، ليس إلى حد الشبع. قال: أخبرني عن الله. حرم حراما ثم أحله. فالله تعالى حرم أكل الميتة، وأحلها للمضطر إليها، صاحب الضرورة، كالذي يكون في الصحراء وكاد أن يقتله الجوع إن لم يأكل، فلم يجد إلا ميتة، فهذه الميتة يأكل منها ما يسد هلاك الجوع، ليس إلى حد الشبع. فهذه الأجوبة الثلاثة يا أمير المؤمنين. وبعد ذلك
اسمعوا ماذا قال أحد علماء السلف. وبعد ذلك أرسل الإمام رجاء ابن حيوة، وكان من أذكياء علماء السلف، أرسل إلى الخليفة هشام يقول له: يا أمير المؤمنين، والله إن قتل هذا، أي غيلان، إن قتل هذا أفضل من قتل 1000 كافر معلن. لماذا؟ لأن خطر هؤلاء، أي الذين يتسترون بالإسلام ويوردون آيات القرآن في غير محلها، خطرهم عظيم. قال: لأن الكافر المعلن الناس لا يقبلون منه ولا يستمعون إليه، أما هذا الذي يتستر بآيات القرآن وبالجبة والعمامة يدلس على الناس، يموه عليهم. فقال رجاء بن حيوة، وكان من أذكياء علماء السلف: والله يا أمير المؤمنين، إن قتل هذا أفضل من قتل 1000 كافر معلن، لأن خطر هؤلاء أشد على العوام من خطر 1000 كافر من المعلنين. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.